الو اكرم، انت فين؟ خير يا جميله؟ في حاجه؟ اكرم انا عايزاك تسبقني على البيت دلوقتي حالا، عايزاك في موضوع مهم جدا لازم نقعد نتكلم فيه كلنا مع بعض. الموضوع ده هيخص مين ان شاء الله؟ ايه ولا انت؟ يخص ماما يا اكرم، عايزه قبل ما اوصل البيت الاقيك هناك، من فضلك ما تتاخرش. طيب خلاص، مسافه السكه. شكلها عرفت، قلت لك بلاش تقول للامير ده حاجه، امير ما بيتبلش في بقه فوله. ما سمعتش كلامي وبرضه رحت قلت له يا اكرم؟ لا، امير وعدني مش هيقول لحد. وانت بقى صدقت؟ ده كل حاجه بيقولها الماجي، ولا تلاقيه سحب من لسانه وقال لست شيري. وشيري دي بقى بينها وبين جميله لينك جامد قوي، اصلا شيري دي هتموت وتعرف طريقي. ليه؟ هو ايه اللي ليه يا اكرم؟ عشان تسلمني تاني لجميله زي ما سلمتني اول مره؟ هو انت نسيت؟ شيري هي اللي بعتني لجميله. اطمني، انا متفق معاه مش هيقول لحد. لا انا مش مطمنه يا اكرم، ما بلاش تروح. بالعكس، انا لازم اروح عشان افتح معاها موضوع الورث. مش هتاخر عليكي، هرجع على طول. انا مش فاهمه بجد، هو صاحبك ده اتجنن في عقله ازاي يرجع لها بعد كل اللي سمعه والاخته قالته له؟ بقول لك ايه يا ماجي، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. هو احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ هو مش ده صاحبك وشريكك؟ ايوه شريكي، بس هو حر. لا طبعا مش حر، ده معناه انك لو شفت حد بياخد سم ولا بيرمي نفسه من البلكونه هتقف تقول انا مالي؟ هو حر يعمل اللي هو عايزه؟ لا طبعا، اكرم مش حر، ومش هو لوحده اللي هيتاذي من الجوازه دي، كلنا هنتاذي معاه. ما تقفريش بقى، وبعدين انت لو خايفه ان هو يرجع يلعب تاني فاطمني، اكرم اتغير. اتغير؟ اتغير بقى باماره ايه؟ ها؟ وانت جاي دلوقتي تضحك على نفسك ولا بتضحك عليا؟ هو ده واحد اتغير؟ مجرد بس انها تشاور له كده بصباعها هيجري عليها زي العيل الصغير ده؟ لو عيل صغير حتى ما كانش عمل كده. صاحبك ده ما عندوش كرامه، كلمه توديه وكلمه تجيبه. انا مش فاهمه هو مستني يشوف ايه ولا يسمع ايه تاني عشان يبعد عنها. صدقيني انا اتكلمت معاه كتير، بس هو بيحبها وبيقول ان هو مش قادر يعيش من غيرها. حلو قوي، يبقى يحبها ويلاقي نفسه معاها بعيد عننا. يعني ايه؟ يعني شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.